سأنتمي إلى أحرار الفكر. المستقبل للنابهين، المستقبل للأحرار، المستقبل ليس للحمقى ولا للعبيد. حدثكم مرة بالقصة التي قصها أبو بكر ابن العربي في أحكام القرآن. للأسف مرة أخطأت، ظننت أنها اتفقت لابن العربي. لا، بالمراجعة لا، هي اتفقت لأحد معارفه، أحد العلماء وكان ابن معارف أبي بكر ابن العربي، فنستغفر الله. المهم، هذا جاء مرة في فسطاط مصر في مجلس العلامة الإمام أبي الفضل الجوهري، وأبو الفضل الجوهري قال على رؤوس الناس: والنبي طلق وآلى من نسائه وظاهر منهن. صحيح طلق النبي، صحيح آلى، لكنه لم يظاهر. قال: وآلى. قال: فتركته حتى انفض عنه الناس، فاقتربت منه، فقال: لعل لك إيه يعني شيئا تقوله. قلت: نعم. قال: فأخذني إلى بيتي، ثم قال لمن معه: أفرج له عن كلامي، عن منطق روحه يعني. فقلت له: مولانا، لقد قلت في مجلسك كذا وكذا وكذا، أما أنه طلق وآلى فهذا حق، أما أنه ظاهر فالنبي لم يظاهر وما ينبغي له، لأن الظهار منكر من القول وزور، وقد عصم الله نبيهم المنكر والزور. قال: فاعتنقني وقبل رأسي وقال: نعشك الله بالحق كما نعشتني، أنا راجع. قال: فلما كام الغد وامتلأ المسجد، علامة، إمام كبير، امتلأ بالناس، قال: فرآني رمقني، فقال: إلي إلي، أفسحوا له، تعلمون من هذا؟ قال: حتى إذا صرت عنده أجلسني على كرسيه ورفعني، قال: وأنا أغرق في خجلي وحيائي. إنسان غريب، أنا وطالب علم، هذا إمام كبير معروف بين تلاميذي. شوف حب الحق، مش إنكار الصعاليك للحق، صعاليك لا علاقة له بالعلم، وينكر حق على أهلي، شيء عجيب لا يفهم، لا يفهم. وهذا عالم، إمام كبير، يتقبل حق من تلميذ مجهول لا يعرفه أحد، زائر لمصر لا يعرفه أحد. أيها الإخوة، قال لهم: تعلمون من هذا؟ قالوا: لا نعلم. قال: أنا معلمكم وهذا معلمي، هذا شيخي، هذا فتح علي به الله في مسألة أخطأت فيها بحق رسول الله، وحكى لهم. قال: وأنا لا أكاد أصدق. علق ابن العربي بمعنى الكلام، قال: هذا هو الدين المتين، هذا الإمامة، هذا محبة الحق يا إخواني، مش دس دس وخبي خبي وإبليس كمان ناقش. فإحنا لا نناقش لأننا نريد أي شيئا مضمونا أن ننتصر ولو في الباطل، مش معقول. نسأل الله أن يشفينا من هذا الداء العياء، هذا داء عياء. يتساءل بعضهم أيضا بهذا الصدد، يقولون: أيها الإخوة، كيف نسمح بمثل هذا الانفتاح وبمثل هذا التحاور ومثل هذا الاطلاع المرن على الآراء والعقائد والمذاهب والأفكار، وهذا قد يعرض الإنسان للوقوع والتهور في الخطأ؟ تعرفون، من أعظم ما ينكر عليه، كذا قلت للناس: اقرأوا كل شيء، تعلموا كل شيء، انفتحوا، يجن جنونهم. كيف تقول هذا؟ أنت تعرض الناس للخطأ، أنت كذا، كأنهم لم يقرأوا كلام النبي: وإن اجتهد فأخطأ فله إيه؟ أجر واحد. يا أخي، إنه أجر البحث عن الحقيقة، أجر البحث عن الحقيقة. المثل الإنجليزي الرائع يقول إيه؟ Nothing ventured, nothing gained. إذا لم تغامر بشيئاً لن تكسب شيئاً، إذا لم تغامر بشيء لن تكسب شيئاً. والبحث عن الحقيقة مغامرة، كما قلت المناظرة أيضاً مغامرة، المحاورة مغامرة، القراءة مغامرة. سأغامر، سأخسر أشياء قطعاً، ثم إيه؟ أكسب أشياء أهم منها، وبعد ذلك القراءة والاطلاع والمرونة تصحح نفسها. أنا سأصحح نفسي بنفسي. الآراء التي أبتلعها ثم إيه؟ أرددها ليست آرائي، إنها تشعرني بنوع من الغربة، إلينيشن، أغترب عن نفسي. تسمعون بالاغتراب، مصطلح هيجل وماركس والجماعة هذول، هذا الاغتراب ليست آرائي، لكن الآراء التي أقبلها حتى لو كانت لغيري، أقبلها عن تبرير وعن تسويغ وعن فهم وإدراك منير، إنجاز التعبير، تصبح آرائي حتى إن كانت لغيري. تعرفون مثل ما؟ مثل النحلة. النحلة تحط على هذه الزهرة وعلى تلك وعلى تلك وتلك وتلك، ثم تخرج عسلاً هو عسلها هي وليس رحيق الأزهار، مع أنه من رحيق الأزهار، مع أنه من رحيق الأزهار يا إخواني. إبيكوروموس، وهو أول كاتب كوميدي في القرن الخامس قبل الميلاد، إغريقي، كتب مرة يقول كلمة رائعة: الإدراك وحده هو المبصر السميع، وبدونه كل شيء أعمى أصم وبلا روح. الإدراك، أن تتبنى الشيء عن فهم وعن إدراك، وإلا تبقى أعمى
وتبقى أصم لا ترى ولا إيه ولا تسمع. الإدراك، الإدراك، لذلك قلت المنير، الإدراك المنير البصير السميع، هذا هو أيها الإخوة. إذن إذا لم تغامر بشيء لن تكسب أي شيء، هذا كذا أيها الإخوة بالله عليكم. وهذا ما نلمسه الآن، أي مثقف وأي مثقفة، مسلم أو مسلمة، حين يتعاطى مع التراث الإنساني بما فيه التراث الغربي، وفي أشياء أكثر من رائعة، ويقرأ هذا التراث ولأعلام هذا التراث، ثم يخبر أمثال هؤلاء أصحاب العقليات المغلقة، أصحاب الدوغماطيات أيها الإخوة، أو الدوغمات، أصحاب الغوغائيات، الخطاب العاطفي الجماهيري الذي يؤسس للعقل الشعب والجماهيري، ماس مايند يقولون، ماس مايند، كنترول مايند، عقل متحكم فيه، عقل محاصر، أسير، مسجون، حين يقرأ لهؤلاء ويقرأ لهؤلاء، حين يسمع ما تلوت عليكم الآن، لا أنا لا أناقش لأن إبليس ناقش الله، فلماذا نناقش؟ خلاص، إذن ماذا تريد؟ نعم، نقاتل عما نعتقد حتى سفك الدماء، وليقاتلهم ولتقع المذابح، ما في مشكلة، لكن لن نتناقش، لن ندخل في هذه المغامرة غير المأمونة. ليس لدينا شك على بياض أننا سننتصر ونرفع رؤوسنا، وتظل مكاسبنا المادية والمعنوية محرزة لنا. بالله عليكم، حين يقرأ أي مثقف فيكم أو فيكن هذا الكلام ويخبره في حياته يوميا في المساجد وفي الشوارع وفي المنتديات وفي كل شيء، وحين يقرأ مثلا لليسينغ صاحب الله أكون، يقرأ لليسينغ عبارة ذكرت أكثر مرة، عبارة كلما قرأتها تهزني والله العظيم، وأشعر بفضل الله وأحمد الله على أني وصلت إلى هذه الدرجة، أشعر وأقسم بالله أن هذا الإنسان هو الذي يريده الله، لا الإنسان الذي يقول يا رب أنا سلمت بكلامك وكلام رسولك وكلام إيه طائفتي كله من غير تفكير وأغلقت دماغي وقتلت عنه خلاص أنا عبدك. الله يقول له لا، أنا لم أخلق لك هذه لتشتغل إيه كطنجرة كبطيخة، لا يا أخي، ماذا فعلت بهذا أيها الأحمق؟ الله سيقول له يا أيها الأحمق، يا صاحب الأمانة التي كعت عن السماوات والأرض والجبال، يا فارغ، لا 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 لا، الذي يحبه الله ويريده. أمثال عقلية لسينغ أيها الإخوة، لسينغ يقول لو كان بيد الرب لا إله إلا هو، يقول هكذا، لو كان بيده اليمنى الحقيقة كلها، الحقيقة الكاملة الناجزة، وبيسراه البحث الدؤوب عنها المترافق أيها الإخوة مع السعي الدائم والخطأ واكتنان الحقيقة، تبقى مختفية لا تعرب عن نفسها، لكن إن هو إلا البحث، بحث مستمر، وحتقع في خطأ مستمر، وفي الحقيقة لن تطالع وجه الحقيقة، هكذا قال. طبعا هذا ليس هذا الذي يحصل بفضل الله، لكن لو كان هكذا قال، ثم قال لي فيلي اختر، هكذا كاتب يقول لي، قال لي فيلي، قال لجثوت على ركبتي عند يسراه وقلت له إلهي أعطني ما في اليسرى، أما الحقيقة كلها فهي التي تليق بمجدك وجلالك، حقيقة لك أنت، حقيقة ناجزة من يعرفها كلها وبضربة واحدة هو رب العالمين، لا أنا ولا أنت ولا ابن تيمية ولا ابن مطهر ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا الصادق ولا أحد، النبي لا يعرفها يا أخي، النبي لا يعرف حقيقة كاملة. وقل رب زدني علما، زدني، العلم كله لله، الحق كله لله، نحن نحاول أن نقترب ونقارب يا جماعة. موسى والخضر شفتوا كيف؟ قال أو أمضي حقبة حتى لو سفرت آلاف السنين لابد أن أصيب هذا الرجل الذي عندهم العلم ليس عندي وأتعلم، يا عين عليك يا موسى، جعل الله نفوسنا موسوية ورفعها بشيء من المحمدية، عشق العلم والمعرفة، الحقيقة كله. لو قرأ مثقف مسلم الآن، تخيل نفسك قرأت هذه المأثرة العظيمة لليسينغ وبعدين تقرأ هذا لبعض مشايخنا وكتابنا وعلمائنا، طبعا بلا شك ستقول أنا بريء من هذه الدعاوى والمزاعم، من هذه الإنغلاقية، من هذه الشوفينية، أنا بريء من قصور العصبية، هذه القصور الكئيبة، سأنتمي إلى أحرار الفكر. المستقبل للنابهين، المستقبل للأحرار، المستقبل ليس للحمقى ولا للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.